طيب مثل ما احنا انتقل الكلمة فجن عبر الحواس الى الدماغ، فالدماغ فتش عن معلومات عن الواقع ما وجدها، فاذا راح المعلومات عن الواقع فانتفت العملية الفكرية. طيب اذا قلتلكم هلا زعتر او كده الشباب هلا بدل شيء خايل ما مش زعتر وخضرة وهيك طازة شيء مشروع شيء فاذا انتم لانكم تعرفوا شو الزعتر ها ولا هو نوع من النبات بياخذوه بجففوه بيطحنوه بيحطوا معه سمنه بيحطوا معه سمسم وكذا، فانتم هالمعلومات مش موجوده عندكم، قلت لكم زعتر انتقلت عبر الحواس الى الدماغ، الدماغ ولد معلومات عن الواقع فتمت العمليه الفكريه. فاذا هل الشروط الاربعه او المكونات الاربعه للعمليه الفكريه من ضروريه حتى يكون في اي عمليه فكريه؟ ولا بد الانسان حتى يقدر مثلا إذا مثلا قلت لكم فجر ما كنتوا تعرفوا هذا صرتوا تعرفوها بصير تروحوا تحذروا غيركم مثلا. إذا أنا مثلا كلمة وظيمة كمان اللي بيعرفوا وظيمة الفجر هو مثل الزعتر نبات أنا عفوا ما قدرت ما لحد هو نبات يعني أخضر مثل الزعتر طعمته حتى مثل الزعتر كمان وبينبت بالمناطق الجبلية وبيتوه أخضر وبيلبسوه وكذا فهي يعني مثل الزعتر من فصيلة الزعتر من العيلة. طيب وظيمة شو معناتها؟ تشبه وظيمة ايه خلص في زعبة انا اقول وليمة تعرف وليمة بصير شايف بلش الحبك معي مثلا هيك وليمة وين بصير كل اللعاب هذا انه هناك بس كان انت وظيمة شو وظيمة يعني وظمة الوظيمة شو ما سمعنا بس الوليمة هي مندوبة الطعام تقام في الافراح والوظيمة هي مندوبة الطعام تقام في الاتراح يعني بالعزاء مثلا بالمناسبات يعني ما في يعني مناسبات يعني العزاء نعم. فاذا هذا يعني مثل الامثله اللي اعطيناها عن العمليه الفكريه كيف بتتم. طيب فهلا صرنا عم نحكي عن الفكر والسلوك شو علاقتهم مع بعض؟ مثل ما حكينا انه في عندنا سلوك، سلوك الانسان بيكون وفق المفاهيم. الانسان مثل ما قلنا هو الله سبحانه وتعالى ميز وجعله العقل واكرمه بالعلم بفضيله العلم والذكاء على باقي المخلوقات فهو يشبع او يعني يسير او يتحرك وفق الافكار او المفاهيم اللي هو موجوده عنده. شو هي المفاهيم؟ المفاهيم هي افكار اعتنقها الانسان وصدقها وقام من ثم بربطها بالطاقه. نعطي امثله لان هي افكار مجموعه افكار. واحد مثلا شاب مسلم وشاب غير مسلم قال انه مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم هذا الايه هذه شو فكره وصلت لعند هذا اي اللي هو مؤمن وعند كمان ب او الف وباء وهي هو الباء منه مؤمن. طيب شو صار؟ نزلنا على الشارع تعرفوا شارع بس ما شاء الله فمرق منظر يعني المناظر اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فشو صار؟ اي او الف شو عمل؟ انبسط. الثاني تابع المشهد من اوله من اول الافق الايسر الى اخر الافق الايمن ويعني سبحان الله ما ربط هذه الفكره بسلوكه. فاذا الاول اللي هو المسلم المؤمن ربط الفكره بسلوكه مثل ما قلنا ربط هذه الفكره بالطاقه اللي عنده مثل الطاقه الحيويه والغرائز فصار سلوكه موجه حسب هذه الفكرة. فإذا مثل ما قلنا بالأول اعتنقها الإنسان مين اللي قال هيك؟ مين اللي ربطها؟ مين اللي قال الله سبحانه وتعالى. إنسان مؤمن خلص يؤمن. فإن القرآن فاتين الدليل شاف الدليل الشرعي شاف الدليل من القرآن أو من الحديث فخلص سمعنا وأطعنا. بينما الثاني لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بوجود الخالق ولا مثلا لا يؤمن شيء. هذه فكرة. يمكن مثلا نعطي أمثلة ثانية مثلا مدرس بجامعة أوكسفورد مثلا بروفيسور دكتوراه كذا دكتوراه بشو بالفقه الاسلامي يمكن يعطيك فتوى خمس دقائق على المذاهب العشره مش بس الاربعه ولكن شو بيشرب بيرتكب الفواحش والكبائر بدخن بيعمل امور عقله هذا الانسان يعني بيعرف اكثر من اي واحد منا موجود هون عن الفقه الاسلامي وتاريخ التشريع وكذا والمذاهب والامام مالك بس شو الفرق بينه وبين واحد مسلم يمكن يكون ما جاء يعرف يقرا ويكتب ويعني يقوم بطاعه الله عز وجل شو الفرق بيناتهم؟ هو عنده افكار عنده مفاهيم نرفع يدنا عن الزعيم مين بيعرف مين نرفع يدنا مين الشباب يشارك؟ اثنيناتهم وصلتوا للفكره طبعا احنا هذوليك نعم. فاذا المستشرق اذا عم نحكي عنه اللي بيفتح مذاهب العشره انستنت فتوى دغري
ما ربط هالأفكار الإسلامية بسلوكه، هي أفكار معلومات عامة موجودة عنده. بينما المسلم المؤمن أن يصدق بهذه الأفكار، يؤمن بأن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله، ويؤمن بأنه في الآخرة هو المسؤول يعني ومحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحاسبه عن أعماله وعن أقواله، فربط هالفكرة بسلوكه بعد أن اعتنقها وصدقها. طيب، فإذا نحن كمسلمين أعطينا هنا أمثلة مثل غض البصر تحكيم وتقامل الصلاة، الأفكار الإسلامية ما مصدرها مثل ما ذكرنا من الجامعين من القرآن والسنة، وما دل عليه وفيها القرآن والسنة من استنباط الفقهاء، الفقهاء اللي استنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة. طيب، هون نرجع نحكي مسألة كتير مهمة تتعلق بوحدة الشخصية، أنه في عنا حالات مرضية بعلم النفس اللي هي split personality أو سكيزوفرينيا أو غيرها، بس هي أكثر شيء split personality من سكيزوفرينيا، فيها شق بيولوجي. الإنسان ما عنده إلا فكر أساسي واحد عن الحياة، تحول هذا الفكر إلى مفهوم. ما في يكون واحد مثلا شيوعي مسلم أو شو اسمه رأسمالي بوذي، أو يعني لازم يكون في عنده فكر واحد، إلا إذا كان عشوائي مختار المهم شوي نقي المهم شوي المهم شوي. إيه بصلي وبصوم بس ما هذا الخمر مثلا أو واحد مثلا زاهد مثلا بالدنيا بتلاقي مثلا بيته صغير كذا بس ولكن رجل أعمال كبير، فهذه يكون سلكتيف مثلا أو هو اختار بعض الأمور من أيديولوجية معينة أو من دين معين كذا، فجمع هو عمل مثل مخلوطة فكرية أو مخلوطة أيديولوجية. ولكن الإنسان بشكل عام بشكل يعني الإنسان السوي والصحيح ما بيكون عنده إلا فكر واحد عن الحياة بيتحول إلى مفهوم. خلاصة، شخصية الإنسان هي ذهنيته الذهنية التي تحوي الأفكار والمبدأ اللي هو بيعتقد فيه زائد السلوك، لأنه يعني ما في نشوف شو فيه بأفكار أخ شادي مثلا ما في نشوف، كيف في نشوف هالأفكار؟ خلال السلوك. شفتوا مثلا سمع الأذان أو صلى ما شاء الله مسلم بيصلي، أو مثلا شفت فلان واحد تاني مثلا عم يعمل شيء غلط، فهذا بدل على سلوكه انه مثلا ما منضبط بالشريعه الى ممكن. فاذا نحن بنعرف عن نية الانسان من خلال سلوكه. فهون نركز مساله خطيره جدا نركزها، وهذه مساله كل واحد منا لازم يراجع نفسه فيها. عدم الامتثال لاوامر الله عز وجل وعدم تطبيق ما امر الله سبحانه وتعالى به ما بيتعلق بعدم القدره، يتعلق بعدم الاقتناع وعدم اعتناق هذه الفكره. ما في واحد انا مقتنع انه الصلاه فرض بس ما بقدر اصلي، هم يدين هذا بعده ما هو مقتنع، هذا بعده ما اصلح الفكره المتعلقه بالصلاه او الفكره المتعلقه بالوجود، لانه لو كان مقتنع كان ربط هالفكره بسلوكه صار سلوكه هذه شو الفكره التي اعتقدها ومعتنقها. هذه مساله كثير مهمه، كل واحد منا يحاول يراجع حاله اذا في امر هو منه ملتزم فيه او منه منضبط فيه يتعلق باوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، فلازم يرجع يطلع الى الدليل الشرعي، يرجع يراجع نفسه، يرجع يحاسب نفسه ويعمل على تزكية هذه النفس. وهذا الموضوع حنحكي عنه لاحقا ان شاء الله. فيعني كان حديث يجمع هو جمعنا الكلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يجمع كل هالمعاني اللي حكينا عنها. حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث يعني جمع الكلام وهي المنطقه. لا يؤمن احدكم يعني ما بيتم ايمانه ما بيكتمل ايمانه حتى يكون هواه هوى النفس، يعني الامور اللي هو بيرغبها الامور اللي هو بيحبها، النفس فيها رغبه ونفور، بيرغب بعض الامور وبيفور بامور معينه. يمكن امر واحد مثلا الخمره مثالا، شخص او مثلا اي شخص كبير اي مثلا ينفر من الخمره او بالله يبتعد عنها حتى ما بيجلس مع اللي عم يشربها، بينما بيرغب بها، في عندنا رغبه ونفور، والرغبه والنفور بيكون وثق شو؟ هي المفاهيم. المفاهيم جيد جدا. فإذا يكون طبعا لما جئت به، وشو الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والسنة. ورسول الله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، إذا كان هذا الهوى تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، شو تكون النتيجة؟ أنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى وفيه هداية للناس. مين بيتذكر الآية بسورة البقرة؟ نتيجة اتباع الهدى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني بتصير النفس
يعني خالية من كل الشوائب النفسية وكل الأمراض اللي ممكن تعتري الإنسان، وبصير عايش بحالة طمأنينة. هذا أكيد بدها مجاهدة، بدها يعني سبحان الله جهد كبير، وبدها يعني سعي. ما أنا مسألة خلاص واحد أسلم أو يعني آمن فخلاص صار إنسان، هذا بدها سعي، يعني ضل السعي مستمر من المحيا أو من الاعتقاد والاعتنار إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، مش طبيب بس يقول إذا عملت هيك وهيك وهيك فخلاص أنت بتصير شخص سوي نفسيا فما بينخاف عليك. لا، الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل: فمن تبع هدايا من القرآن والسنة فلا خوف عليهم، يعني ما بيخافوا مما يستقبلهم من الموت ومن المصائب ومن كل هالأمور، ولا هم يحزنون، يحزنون على ما فاتهم لأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فبصير ماضيهم الله سبحانه يعفو عن مكانهم من الزلات، ويعفو عن مكانهم من قبائح الأمم. فصارت واضحة بالنسبة لنا النفس البشرية والفكر والسلوك وأيضا المفاهيم والفرق بين المفاهيم والمفاهيم. طيب.